السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أردي ذا فسلا ذا أفراد بريد الصنبان ذيكو السلام إياه عطب كي عن مالنتي هوري سده ذا عشرة كمي ذا هب كما قال كي موقال كي سواتي ذيكو سو قد بيي أيان عشر كلي أو كهر سنة عن مقال هان ذيكو سو قد بين يوم عشر كي يوم موقالة ما حنش علينا الموقالة هان سدي كي هراء كلاي دي كسو قد بيي لكن نقوم ويدي ننفرس دبدي كدقي ميل كلو كدقو قروا يبي سو مالي دكو ماه ماه دا عشر كاسي وعشر كعوان كي سوية هاي بلوي فانك عصرقة سو مالي دا سدحد عشرة عطب كاكو ترين هراء وقادن اينا واقوغل ديقة سوغانتا يا عشر كور رمي من صدى يا عشر كور رمي بقر كمان صدى وصدى عشر وحرير له عشر كنا وميت كيس يا فراد هذا بعد أي مركو جوهر يسوي إحنا سويدين إن أنتينا ران بلو جيف فنك عشر جايز ومالدو حكوا كيمين هردوا ما حي فنكو فناو معطى فن وحنو لا نهاي وحرفض بين آدم كوكس وبندقه أما كم تلو dareenka uu qabo ayaa fan la yiraahdaa fanku waa xirfad bini'aadamku ku soo bandhigo ama uu ku matalo dareenka uu qabo ayaa fan la yiraahdaa su'aalahan qofka sawirka yaqaana wuxuu yaqaanaa fanka sawirida aslida su'aalahan qofka maadiska yaqaana wuxuu yaqaanaa fanka matalida marka fanku waa xirfadaas wax lagu soo bandhigaya dareenka أما واحد لغو صورها النقضة أما متلاتها النقضة رواية فيلم مسلسل وحيابها صورنا واحد ليرا هذا وفن مركا ينو لان هاي فنك الصومالي ده وحق الصباح ينو مركا عطاقنو واحد لغو يقانو هاسفانيد ده هاسفانيد وهاي كصوب بلعبمتي أما هرتواه محي هاسفانيد ده هاسفانيد ده واحد لان هاي هاسفانيد ده واهاس دوان دلد اه أول لغو تمو قلب عصرية maan sagar ahna aan lahayn kana soo bilaabmatay balu ayaa heesfanaad la yiraahdaa taariikhdeeda wixii ugu horeeyay halkii ka soo bilaabmatay waxay ahayd balu waana hees dhawaan dhalada dhawaan dhalada maxaan uga jeedaa 1904-kii ayay masraxa suugaanta Soomaalida ugu horeeyay wax la yiraahdo heesfanaad ay Soomaalidu dhagahooda ku maqlaan heesideedka oo هاس عياراتكي هاس هولادي هاس كول كولينادي هاس عروراتي وحيو دا محل سكوت نري مقع على هذا هاس ديد هاس ديد دا واحد لان ايوا هاسو هيداي دقنها او لوغو توريو غولا كفول او اي كميدي هين هاس هولاد اي هاس عيارات هاس هولاد ايو هاس عيارات هذا بو احنا سويدينين دا هاس فناد محيك قد وانت هاي هاس هديت وين أنا وين تأكل الجرنة واحد كوكل الدويهين كو هس فنادو وهس دوان دلد أه كوسا قال بقولي أفرتن كي بوجه الرئيسي هل كوكو كلا يهين كسوت شيء ذا عندك ما يتاري خفق مرلا بعد هس فنادو وهس العريي وهلبور كذا لا يقان هل كوكو كلا ناي كي يهين كو لا دحلي داني مكاي راه دو حدو بير كو قايب سامو بربان ادي كو سين لا ودنا هايغا بيدخدنا وان كو بدلي لا وحن غرانايا انو سن غوبلي يحي وا هيس فنات ما وقت هاي عريان كبا عقل لو ما وايني عين كا وح لو يري وان غرانايا انو حسن غني ليه هاس فناي دا وحنا قرانينا هلا بوركيدي ما هيو ما نسوغايو اي ما نمغني ما ريو سيديبو عشقيقو مسكح دي قلبيكا كاقام ما يرمياه وحنا قرانا يا مركي بينو محمد علي كاريه ليه سو سعو وحي شاك هدي تعايل سير لغاديغو سالك لغا مقاري وحنا قرانا يا انو احمد سليبان بدليه انا وليكو تعايل هاي ويديد كباقار وحنا قرانا انو احمد سليبان بدليه هاس فنايد دا وحنو قرانا ان هالابور كي تريي
halka heesideedka lama garanayo. Weesha kayari waa walaasha hawareemine waa biyoodhaaf lama garanayo halabuurkii tiriyey. Faada dhiman bay dhaami leedahay anna dhabarkiiyo meel dhexdaasaan dhowr isleeyahay lama garanayo cidii samaysay. Haamahaagii hirta waa beri handhaadhihi jiray way harweenoo heel la tumo iyo hadhuub lagu shubay lama garanayo halabuurkii tiriyey. Marka waxaan leenahay hees faneedu waa hees la garanayo halabuurkii tiriyey, hees sideedkana lama garanayo. Hees faneedu waxay leedahay laxma kala jaada. Laxanku waa codadka lagu qaadayo heesaha, codadka lagu qaadayo heesaha, halka kuwa kalena ay ku arooraan cod dhaqameed. Iyagu waxay leeyihiin cod dhaqameed. Hees faneeda waxaa loo garaacaa music, dhufdhacda waxaa gura ayaa loo garaacaa, halka kuwa kalena ay ka leeyihiin jiib iyo jaan. Weliba waa hees ciyaareedka. Hees hawleedka badankoodu jiib un bay leeyihiin. Waxyaabaha kale ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah heesideedku waa maaweelo fudud. Maaweelo fudud maxaan uga jeednaa? Ismaaweelintaasun baa looga jeedaa. Fariin yar un bay gudbinaysaa. Geelayaa maantaya, maaweelaa, ismadadaalina, hawlusilowsiina, waa maaweelo yaroo fudud. Hees faneedu laakiin marna maaweelo culus bay noqotaa, marna maaweelo fudud. Mar bulshada wacyigeeda lagu dhisayaa, mar fariin weyn baa lagu soo gudbinayaa, mar wax laga yaabaa qof baa dareenkiisa hadlaya, marna way culus tahay, marna way fududahay fariinta ay sidaa hees faneedu. Hees faneeda waa loo fikraa. Oo anigiid ku lahaa, hadraawi heestii beledweyn markuu sameynayay, lixdii makhribnimo meeshu fadhiistay, lixdii subaxnimo ka kacay. Bii waa jacaylow, boodhari inuu dilay, been baan u haystee. Bii waa jacaylow, boog aan la dhayinoo, cidi baanan karinoo, bogga iyo wadnaha iyo beerka kaaga taaliyo inuu yahay bir caashaqo, been baan u haystee. 12 saacadood buu heestaa sameynayay. Laakiin heesta kale waa maxay? Waa golo kafuul. Halkaa lagu ciyaarayo, halkaa hawsha lagu hayaa lagu sameeya. Nin ragoo la gowracay baan gashigiisu ku imanoo, geelu xoolo kuma jiro, goobtaasaa lagu sameynaya. Heesideedka dadka qaadayaa isku maaweeliya. Haddii hawl waraa baa la hayaa, daajin baa la hayaa, foofin baa la hayaa, carraabin baa la hayaa, maya kabad baa la sameynayaa, caws baa la sameynayaa, alool baa la sameynayaa, maye hawl kasta oo la hayo ciddaa haysaa isku madadaalisa. Laakiin hees faneeda ciddan haysaa iskuma madadaalisee waxaa loogu talagelayaa in dadweynaha loo diyaariyo oo dadweynaha loo sii diyaarinaya. Sidoo Xasan Sheekh Muumin lahaa, dadweynahan hanuuninaa, haasaawinaa, danta ku hagnaa. Heesideedka dadka qaadaya ayaa isku maaweeliya hees faneedkana dadweynaha loo diyaariya. Mar kale waxaan leenahay hees faneedu ama waxaan u jeedaa heesideedku waxay leedahay bad la yaqaan. Marka bad la yaqaan waa maxay? Waa anigii mid kaga urigu heesta haantu waa jiiftada oo laba oo hal shaqo lagu daray. Haantii qabay qoor yar, laba qaar lagu kala jar, laba qaalin kugu buubtay. Naabaaya beesheenu waa beela ceebeede, yaan subagalay bidine, yaan bilistu ii shirine, baayooy bulooy ii bax. Heesta cawsku waa jiiftadii oo laba shaqo lagu daray. Cawskanow sabool diidow, waqaan suuqa lagu dhiginay, soddon lagugu baayicinay, yaa sameeyey lagu odhanay. Heesta laagalaagadaynu soo marn, na laagalaago, na laangaloola, heesta mooyaha, mooyaha, magacii, waa nigi nidhow 4 shaqalo waa ka ugu yarba. Heestaasi waxay leedahay bad sar jaran oo laysla yaqaano. Laakiin hees faneedu bad gaara ma lah. Oo maxaa tusaale ku ah baleega heesahan? Waa iminka labada ugu sarreeya waana gabayo, laakiin heesahana waa loo qaadaa. Caashaqaa haween waa horuu caadil soo rogay gabayga cilmi boodhari. Waxaa caynbacayn looga dhigay hees cajabiyeen. Waa Cumar Dhuule Cali oo intuu soo koobay heesahaan u qaadaya. Waana gabay uu cilmi boodhari tiriyey markii la yidhi jacayl baa haya ee lagu ceebaystay. Balaystaa kale eeg, tusmayla wadaag aaminaay, waan ku tabayaaye. Iminka haddaad labadaaba miisaantaan,
waxaad garan doontaan ma labaatan la mise oo koobiy labaatan la inuu gaba yahay marka waa gabayo tusmayla wadaaga aaminaya waan ku tabayaay waa gabayo lagu heeso balaa geeraarada lagu heeso maxaa ka mid ah sulaykha ya ragaagu nafta waa u samirsiise saddex bay ku qadaaye ha ka goynin salaanta waa geeraar sayloo guyaal badan soo baxa kaleeshii seelseelna loo degay waa jiifto haddana waa lagu heesaya maase ahaan waa jiifto laakiin waxaan u naqaanaa inaku hees faneed waa yeel dadow inaan waalanahay duni weersidoo weligeed jirto wacadkiiyo xarkii waydaarataan weetaynayaa haddabale waa heestii laaga laago maqashaan u jeeda maqalay warlaay waa yeel dadow ma lagu waramay hadow fiirso macni maanu odhan jirnay jiifto haddii hal laga jaro waa laaga laago laba haddii laga jarana waa heesta maqasha saddex haddii laga jaro waa guuguule marka imika heestii maqasha ayuu ku heesaya waxaan inagu naqaanaa hees faneed marka waxaan isla garanaynaa hees faneedku ma laha xuduud celiya keliya waxaa kaa xiga in laxan loo sameeyo muusig loo tumo la qaado laakiin maanso gaar ah oo la odhanayo waano maansada noocaasi waa maansada la yidhaahdo hees faneedu ma jirto imika waxaynu gelaynaa taariikhda hees faneeda hees faneedu waxay ka bilaabantay sidaynu hore usoo xusnayba balwo ereyga waxaad garanaysaa waa ereyga waxaa loo soo qaatay balwad ereygu haddii la kala jaro waa bal iyo ereyga dambe oo ah wad bal sii wad bal sii wad balwadu waxay kasoo baxday waxay soo baxday sanadkii 1940-kii ninkii ugu horreeyey soo saaraa wuxuu ahaa cabdi deeqsi warfaa oo sinimo ku magac dheer waxay kasoo baxday deegaanada boorame iyo saylac cabdi sinimo wuxuu ahaa darawal maruu gaadhigiisu ka xumaaday buu ereyadan qaaday markaa isagoo safar ku jira balwooy hoy balwooy waxaa i baleeyey baabuur balwooy hoy balwooy waxaa i baleeyey mooyaaney ninka la yidhaahdo cabdisinimo waxa la yidhaahdaa wuxuu jeclaa gabadh la odhan jiray indhacad markaa islaam ay gurigeeda joogtay baa odhan jiray inantaasaan ku siinayaa gurigaasuu islaantaa ku booqan jiray maalintii dambey rag u tageen waxay ku yidhaahdeen guriga maxaad ka doontaa islaantaana wax isku nay buu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen dib oo dambeysa gurigaa ha u tegin kadibna isagoo gaadhigiisina ka xumaaday gurigiina ha tegin la yidhi ayuu heestan balwadaay mar labaad ku calaacalay markaasaa muxuu leeyay iyadoo uurka hooyadeed ku jirtaa indhacadku aayeen salaa idhiyey balwooy hoy balwooy haddana iyadoo eegaysaa indhacad arki maysi la yidhiyey balwooy hoy balwooy waxaa i baleeyey mooyaaney anoo dharcad sooma dhuuman karee dhurwaayo ma ku soo hagoogtaayey kooxdii ugu horreysay baa xilligaa laga bilaabay boorama oo cabdisinimo uu hormoodu ahaa xilligaa may haysan qalab casriya oo kooxdaas xilligaa laga bilaabay qalab casriyo ay tumaan may haysan xubnahooda waxaa ka mid ahaa cabdi deeqsi warfaa oo cabdisinimo ka mid yahay ibraahim garba yare daahir muuse ibraahim xiille iyo khadiijo balu kuwaasaa ayaa ka mid ahayd qalab may haysan waxay haysteen durbaan yar oo la tumo oo la yidhaahdo daf oo ay u keentay saylac magaalada saylac uga soo qaaday islaan la odhan jiray barako kaasay tuman jireen balwada ereyada kale waxaa ka mid ahaa haddii quruxdaada layga qarsho qadiijo balwey qac baan odhan markii dambe balwadii waxay gaadhay gobolladii bari hargeysay timid oo berberay timid oo burcay timid oo dhallinyaradiibaa waxay heleen ciyaartii habeenkii loo gudayey ee jiibta iyo jaanta lahayd wax iyagoo guryahooga jooga ay maalinnimadaba tuman karaan kadibna markaasay nimankii galbeed yidhaahdeen balwadii baxsatoo baray qabatee big forma ku baadi goobna raggii balwada xilligaa heerka sare gaadhsiiyey waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii la odhan jiray kabacad kabacad waxay ahaayeen dhallinyaro xarago badan waxay odhan jiray macawis cad shaar cad kaba cad go' cad waana niman u shaqayn jiray ingiriiska
أي هايين نمنك واحد كم ذا محمد موجل ليبان أبيه أو لور أورنج شري موجل ليبان أو كنا نيس نالوجنا نيس شري موجل بابن عمر محمد حرسي وعمر مشتاق كم ذا وفيصل عمر مشتاق نك فنان كأبيه نور موسى وحسب كم ذا محمد رشاد با كم ذا رجنا عاسة أيين نمنك هاس كم ذا هايين سيدوك لا واحد كشرتي لليردي لورنج شري ديدا أو يجونا ها نمانكي عيدا كملا ترجع إنغريزكا أي أي يجونا أت بلودا هرس رجالسيج برجي دمبة كن سجال كن سجال بقول ستي أفرتن كي إلا كن سجال بقول لبيا كن تنكي بلودي واحد سكوب بدش هلا رجي هلا ذو بدلينا وحكم ده ها عبد الله قرش عبد الله قرش سيدو مركا ورمي تاريخ ليسا الله هون حريسته وحيوري أنكو عذن برجان تشوجني إذا عدى عذن سدح لوقضات بيكوب حشرتي سومالي عربي يهندي عربي جي يهندي جبه هسال ساري شري سومالي لكن هسال مس ساري شرين مركنا لو يدينا لا يلاحظ سومالي ذم أنا هسال هاينا وإحنا ننشرنا هسوي لا ذا يدل كبيالان عبد الله قرش وحي مد كذبنا دول كي سومالي يذوب بالودي أي مر سلام رئيسه لكن علوم دي دين توي كوك عن علوم دي دين تامل والبك قيلي بلودينا وأدون بيك سارينو بلي كده جنب بلد إسكال عليا بلد إسكتشرة كده من بلودي وحيو بدلين عبد الله قرشين يمان يكشراني هلا وهلا ده وحكم ده نفسي جود حياة كم رافع ما ترى ده وكلين عيال هلا ده وحكم ده بقي جوارن بعد برادو درتوا بقعد شانه ذي بحني وحكم ده برورديق دميت كوا كبره بقى أنا ذي بس هو بريدين وحكم ذا قرار ذا يهود وذا قبة قل فوفي هو قادر عن تذا وحكم ذا قرام كإني بالقيراتو أن قادر قصيدة ذيدي وحكم ذا ألا أنك قد أري أبحيه ميان أسلكا ودقوني هد مويه هبار بالله مرد انتي هاد نص صبح ذي هرتي مكعدي أن يهل بها يجي كله يني إن سكوه اللو ذي هايقا هدي هم ويبين صوتا ليهري هلاد وحي هيد إريه كوكوبان وبدن كود الدرين تعايل قدبنا إياه وحينا هايين أما كوكرا دونا إياه لحمدا تسالة هان إما كوحل قوهي سياه إنا أنمير سديها موذينا إيه مانكي إيقار راعيبا مقن إريه داسا كل بار لحنقارا لغو قاديا وحلونا إياه لحن كان إياه حافون سبعس برد العشاء راحية هذاك أريد الحمد يكون كل الدوناعي لكن أريد واسكومي أريد أنس أريجاسون إن المرسدة همودينا كلنا الله على قوقة ضيا كل علاعل كل حافون كل صبعس كل برد العشاء أريد على الحمد وبيكون كل الدوناعي لكن استكاميت بهايين فنان ديوجه الرئيسي أي إذا عدك هيستانا سيد الشجع وحياة هاي الشمس أبوكر إسماعيل وكم قعدير جدود عرو بريجاس فنكا قفك جلاوي حلو هيستي واحد انتي hablu huna reer kooga way bedir jireen hadii la yiraahdo intina fan gashay saadraadeed inanta fanka soo gasha magaceeda waa laga bedel jiray si aanay reer koogi aanay u dilin wax yeeleen sharaf darro ugu keenin oo shamis gudud arw halimo khaliif umar magol balawbhi shankaroon ahmed yusuf waati isaga loobhi faadumo kaahin abdullahi maandeq waati loobhi tumarka magacyo kale loobhi jir macni isaga alba heesaysa مقال به هيسيسة منطق به هيسيسة جذعر به هيسيسة أنا غيره هوجي أنا يوجرانين برجي دمبا إسومالي دي أيلاق بصدام فنكي كوحدي ولا لا هرجيسة أي أفريق كنت كيل سميجي كدبنا هالذي عام بين نقطتي ميل والبا ويقبصتي لأن يردي واحد نقطتي واحد أقوين دقيستان هدي برجي هرجة بدار لدقيستان شري markii heelada yar yar ee gaagaaban ba ayaa la dhageysan jiray oo waa magac qaraami heesaa qaraamiga la yiraahdo weeyaan waa ki timacanda iyo nimankii lamid ahaayeen maansadoodu bariga hore dhagaha dadka ayaa u haysatay markii dambe ay heeladu ka boobtay waa kuwii ay ugu heesayeen maansada qaraamiga yar yar ee qeyliyaad dilay ayay ugu gabiyeen kadibna balwadii waxa noqotay wax la isla yaqaano bariga dambe ee qalabada casriga la helay kabanka gitaarka bayaanada saxofoonka bayska قلب كله هلاينا وحلو بدلي هاس فنات هدي مركي هلا إيري جاي جالس كل بقى لحلو قاعد يجي مركي دم وحلاح عن كي موسيقى يعك يوحول بقى أي كل دوي يهيم بقى لصوص عري الله يرحمه هاس فنات إلى ما أنتنا إنه بقى الله إلى ما أنتنا
وتار دو دولة مركها فنك الصومالية هل كاسو كي يمد برجي دولة دي الحياة عن قوي قبستينا واتي هنونين سمايسي فنانين تاجرتي عن قبتي قرية فنانين سمايسي تياتر سمايسي فنك كديكتي وحمل سرة جاره وحين لقاسو فنك مل سرة وجاري تاريخ فنك الصومالية نا سلا سوها أديات بدو مهتنتين أرديي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.